مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم في موضوع اليوم. تشهد العلاقات المغربية الأوروبية دينامية قوية، وفي صلبها تسير العلاقات المغربية البلجيكية في مسار من التقدم الإيجابي. واتخذت العلاقات المغربية البلجيكية بعدا استثنائيا عقب مباحثات وزيري الخارجية من البلدين والإعلان المشترك الذي صدر في الرباط، واعتبرت بموجبه بلجيكا مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007 أساسا جيدا لحل مقبول من لدن الأطراف المعنية بقضية الصحراء. للمزيد ينضم إلينا من الرباط الأستاذ الدكتور محمد أشتاتو والمحلل السياسي والأستاذ الجامعي، ومن بروكسل ينضم إلينا الأستاذ محمد الشرادي الكاتب الإعلامي الخبير في الشؤون الأوروبية. ضيفي الكريمين أهلا بكما. أبدأ من الرباط أستاذ محمد أشتاتو، هناك شيء ما يعتمل في العلاقات المغربية الأوروبية عموما وفي العلاقات المغربية البلجيكية بالخصوص أيضا في هذه الفترة الأخيرة، ويثمر مواقف متقدمة جدا فيما يتصل بالوحدة الترابية للمغرب. ما هي مرجعيات هذه الدينامية؟ ديناميكية العلاقات المغربية الأوروبية والعلاقات المغربية البلجيكية والقدم، وهي ضاربة في التاريخ، يعني منذ زمان للمغرب علاقات مع بلجيكا ومع الدول الأوروبية الأخرى. وحضور المغرب في أوروبا كان في القرون الوسطى وفي القرن الخامس والسادس عشر عن طريق تجارة وعن طريق اللقاءات المتعددة، فهذه العلاقة متينة ووطيدة ويعني ضاربة في التاريخ، وهي مهمة جدا بالنسبة للجانبين. ونرى أن أوروبا تعتمد على المغرب في مجالات متعددة، منها مجال محاربة الإرهاب، منها تعاون الشرطة المغربية مع الشرطة الأوروبية، ومنها محاربة أستاذ محمد تفضل. أستاذ محمد أشتاتو تفضل، نسمعك بوضوح تفضل. يعني الهجرة، محاربة الهجرة، ونعرف أن المغرب هو في حد ذاته دركي لأوروبا في هذه المسألة، ويلعب دورا أساسيا في الواقع. المغرب هو يرفض أن يكون دركيا لأوروبا وفق المواقف الرسمية للدبلوماسية المغربية، لكن هو ظل ينادي بأن تؤخذ مسألة الهجرة خارج بعدها الأمني فقط، أو على الأقل في أبعادها الشمولية الإنسانية والأمنية أيضا. هو شريك فعال في هذا الاتجاه، هل ذلك يزن أيضا الشيء الكثير في هذه العلاقات؟ وشريك أساسي وشريك متميز لأوروبا في عدة مجالات. يعني يجب أن لا ننسى أن المغرب الآن أصبح بوابة أوروبا لإفريقيا عن طريق معبر القرقرات، فالعديد من الشركات الأوروبية تريد أن يكون لها يعني مربط فرس وفي المغرب لتتمكن من الدخول إلى الأسواق الإفريقية. طيب، ونحن نعرف أن المغرب له شركات عديدة وله تجربة كبيرة في مجال التجارة مع إفريقيا، والكثير من الشركات المغربية كالاتصالات والكهرباء والأبناك موجودة في الدول الإفريقية. طيب، شكرا لك أستاذ محمد أشتاتو. أستاذ محمد الشرادي من بروكسل، ماذا عن الحوافز التي تجعل العلاقات المغربية البلجيكية خصوصا تتقدم بهذه الوتيرة، ويجعل بروكسل تنظر بعين مختلفة عن المألوف عن السابق فيما يتصل بمسألة الوحدة الترابية للمغرب وتأييدها الصريح لمقترح الحكم الذاتي كحل جيد أو أساس جيد لحل مقبول من الأطراف؟ مساء الخير. مرحبا. تحية تقدير واحترام الإخوان في قناة ميديا تي في بطنجة. بداية لابد أن نعطي واحد لمحة قصيرة أن العلاقات المغربية البلجيكية ليست علاقات وليدة اليوم. أول اتفاقية ثنائية بين البلدين تم التوقيع عليها سنة 1860، إذن هذا التاريخ، ماشي العلاقات يلا عاد بدأت البارح ولا اليوم. دينامية العلاقات المغربية البلجيكية تعكس الإرادة المشتركة التي تربط بين البلدين لتعزيز العلاقات،
واستكشاف مؤهلات التعاون في مجموعة من المجالات. والزيارة الأخيرة التي قامت بها وزيرة الشؤون الخارجية البلجيكية السيدة الحبيب حجة من أصول جزائرية هي تعكيس الإرادة القوية للمملكة البلجيكية في دعم وتعميق أواصر العلاقات القوية التي تربط بين البلدين. والتصريح المشترك الذي جاء في اللقاء الذي جمع بين وزير الخارجية المغربي السيد ناصر بوريطة والسيدة حجة الحبيب وزيرة الخارجية البلجيكية التي جددت فيها دعم بلادها، دعم الحكومة البلجيكية القوي لخطة الحكم الذاتي المعقولة المنطقية الواقعية التي قدمها المغرب سنة 2007 للأمم المتحدة من أجل إيجاد حل واقعي ومعقول لنزاع المفتعل بقضية الصحراء المغربية. شكرا لك أستاذ محمد الشرادي. أستاذ محمد أشتاطو، هناك زخم كبير في الواقع يطبع هذه الدينامية، العلاقات المغربية البلجيكية أساسا، وبلجيكا هي ليست فقط بلجيكا، بلجيكا هي عاصمة أوروبا، عاصمة الاتحاد الأوروبي. هذه المواقف هي في الواقع متقدمة وخارج المنطقة الرمادية التي كانت تتخندق فيها العديد من الدول الأوروبية. أي تأثير لهذا الموقف البلجيكي ضمن النسق الأوروبي العام؟ هذا الموقف البلجيكي هو في الحقيقة بالنسبة لي موقف أوروبي. هنالك بعض الدول قليلة التي ربما تغرد خارج الصرب في الوقت الحاضر مثل فرنسا، ولكن هذا لا يعني أن فرنسا لا تقف ضد الوحدة المغربية والصحراء المغربية، لا لا أظن ذلك، ولكن هي لها اعتبارات معينة في الوقت الحاضر وبالخصوص مع الجزائر فيما يخص الغاز وفيما يخص الاقتصاد بصفة عامة. فبلجيكا في الحقيقة بيّنت أن أوروبا كلها مع منطق التعاون ومنطق الوحدة الترابية للمغرب، ومنطق أن المغرب يجب أن يكون قويا في الوقت الحاضر لأنه هو بوابة إفريقيا إلى أوروبا وبوابة أوروبا إلى إفريقيا، وهناك جالية كبيرة مغربية في فرنسا وفي بلجيكا وفي دول أخرى. فمثلا هناك أكثر من نصف مليون مغربي في بلجيكا، ونحن نعرف أن المغاربة في بلجيكا يلعبون دورا سياسيا كبيرا، فهناك قرابة 20 برلماني وسياسي ووزير في الحكومة البلجيكية، والبلجيكا تعترف بالديانة الإسلامية وبالثقافة المغربية بصفة عامة. فأظن بلجيكا هي عبارة عن، بما أنها هي عاصمة أوروبا فهي تمثل كذلك الوحدة الأوروبية وموقف أوروبا فيما يخص الصحراء المغربية وفيما يخص المغرب كدولة مهمة وكشريك متميز لأوروبا في المنطقة العربية وفي المنطقة الإفريقية. عطفا على هذا الكلام أستاذ محمد الشرادي من بروكسل، هل ينطوي الأمر أيضا على إدراك أوروبي جديد لمكانة المغرب خارج تلك التصورات القديمة عن مستوى تنميته، عن مستوى دينامية إصلاحاته وغير ذلك؟ بالتأكيد العلاقات التي تربط بين المغرب والاتحاد الأوروبي هي علاقة استراتيجية متعددة الأبعاد متميزة، تضرب أكثر من نصف قرن، العلاقة علاقة قوية متجدرة. كما قلت سابقا بالنسبة لبلجيكا اليوم انضافت إلى سلسلة الدول الأوروبية التي أعلنت سابقا عن دعمها الصريح لخطة الحكم الذاتي. نجد إسبانيا، فرنسا، ألمانيا، هولندا، قبرص، لوكسمبورغ، هنغاريا، البرتغال، صربيا، رومانيا أيضا. نعم رومانيا كذلك، 11 دول أوروبية
إذن الاتحاد الأوروبي وصل إلى خلاصة حقيقة يجب تقبلها بصدر رحب. المغرب شريك قوي. المغرب ليس هو الدولة التي يجب أن تلعب دور الدراكي. المغرب يجب أن يكون جانب ثقة وأي حاجة كما جاءت في خطاب الملكي السامي صاحب جلالة الملك محمد نصر الله أن المبدأ ديال العلاقات واحد المنظار ديال العلاقات مع المملكة المغربية يجب أن يراعي ويضع في حسبانه قضية الصحراء المغربية. هل ما ورد أستاذ الشرادي، هل ما ورد حتى في البيان المشترك بين المغرب وإسبانيا في لحظة لنقول نهاية الأزمة من كون أنه إسبانيا والمغرب هما بصدد بناء فضاء للازدهار المشترك، هل مسألة الازدهار المشترك بين أوروبا عموما ليس فقط إسبانيا والمغرب هو الآن هو محط إدراك أوروبي أنه من مصلحة بروكسل بوصفها عاصمة الاتحاد الأوروبي أن يكون الفضاء المغربي هو فضاء أيضا للازدهار المشترك ومرتبط جوهريا بأوروبا؟ بالتأكيد الموقع المغرب الاستراتيجي الجغرافي الذي مع الأسف الشديد البعض لا يستسيغه ولا يتقبله، هذا مشكل آخر، المشكل لا ندخل في حيثيته، يسمح للمغرب بفرض نفسه بقوة. هذاك الشيء اللي كنقولوا لها دول الاتحاد الأوروبي اليوم بدأت تستوعب وتعطي للمغرب مكانته الحقيقية التي يستحقه. المغرب دائما كان شريكا فعالا في مجموعة من الميادين، مكافحة الإرهاب، التهريب للتجارة الدولي والتهريب المخدرات، مكافحة غسيل الأموال، ومجموعة من المجالات خصوصا الهجرة والدور الكبير الذي يلعبه المغرب في حماية الحدود. إذن المغرب لا يجب أن ينظر إليه كما كان ينظر إليه سابقا، بل الآفاق المشاريع الكبرى التنموية التي تشهدها المملكة المغربية خصوصا في السنوات الأخيرة كانت من ضمن الأسباب التي جعلت مجموعة من الدول الأوروبية تغير من نظرتها إلى المملكة المغربية. عندما نتكلم عن المملكة المغربية الكمال لله، العمل ما زال ينتظرنا عمل كبير، ولكن عندما نقارن ما وصلت إليه المملكة المغربية اليوم في مجموعة من الميادين، المجالات، حقوق الإنسان، مجالات متعددة، هذا من ضمن الأسباب التي جعلت دول الاتحاد الأوروبي تغير من نظرتها التي كانت تنظر بها إلى المملكة المغربية. الأمال معقودة على العقلاء، على الناس الذين ينظرون إلى الأمور من وجهتها الصحيحة وليس من وجهة سنة 2022. منظمة ترعى الإرهاب، منظمة مسلحة نشأت في سياق تاريخي آخر في نزاع مفتعل من طرف بعض بقايا العهد البائد، ولكن التاريخ سيبقى هو التاريخ. الصحراء المغربية أبا من طيب. أبا وكريها من كريم. شكرا لك أستاذ محمد شرادي. أستاذ محمد اشتاتو، إذا عدنا شيئا ما إلى الوراء سنتين أو ثلاث سنوات نجد أنه جذور هذه الدينامية الجديدة في الاتحاد الأوروبي بدأت تقريبا سنتين إلى ثلاث سنوات. صحيح أنه فرنسا كان موقفها متقدم إزاء الحكم الذاتي منذ 2007، لكن نشير إلى دينامية واسعة جدا، إسبانيا، ألمانيا، هولندا، قبرص، لوكسمبورغ، هنغاريا، رومانيا، البرتغال وصربيا وبلجيكا الآن كلها تدعم صراحة وبصوت عال من دون أي إشكال مقترح الحكم الذاتي. كم هل بقيت مسافة طويلة جدا من أجل أن يكون الفضاء الأوروبي كله متوحدا في هذا الموقف؟ لا أظن هناك مسافة كبيرة، ولكن هي مسألة وقت. أنا قلت بأنه الآن ربما فرنسا تغرد خارج السرب لأسباب سياسية معينة، ولكن هذا مع ذلك يبقى موقفها إيجابي تجاه مقترح الحكم الذاتي وكانت سباقة إليه. نعم، علاقة المغربية الفرنسية متينة جدا، ولكن الذي يهمنا الآن هو أن أوروبا بكاملها
تنظر إلى المغرب كشريك متميز في مجالات متعددة، كما ذكرت قبل قليل، في مجال محاربة الإرهاب، في مجال الهجرة، في مجال التعاون الاقتصادي، في مجال الشرطة والتعاون ما بين الشرطة المغربية والشرطات الأوروبية، وفي مجالات متعددة، وفي مجالات التي تهم الدين كذلك، لأن المغرب له دور كبير في مسألة محاربة التشدد الديني في أوروبا من خلال الوسطية المغربية المعروفة. ونحن نعرف أن هناك مجالات متعددة تتعاون المغربية مع أوروبا، مثلا تكوين الأئمة، تكوين رجال الدين إلى غير ذلك مع العديد من الدول الأوروبية. فتعاون في مجالات متعددة ومتميز، وسوف يستمر وسوف يمر إلى يعني أشياء أخرى جديدة وفي مجالات أخرى جديدة في المستقبل القريب. ومسألة الوحدة الترابية، أظن أن أوروبا قالت كلمتها في هذه المسألة منذ مدة، والآن أنها مع الوحدة الترابية للمغرب، وأن المغرب هو دولة عريقة لها علاقة كبيرة مع أوروبا ومع أمريكا. نحن نعرف أن المغرب الصوت لا يصلنا من الأستاذ محمد شتاتو. الآن أسمعك، تفضل أستاذ محمد شتاتو. نفس الشيء مع الدول الأوروبية، هناك علاقة متينة جدا، وربما الجاليات المغربية الموجودة في الدول الأوروبية تلعب دورا أساسيا في هذا المجال. طيب. لحضورها السياسي في مجالات متعددة، ولحضورها الثقافي في كل الدول، ولحضورها الاقتصادي كذلك. فالمغرب حاضر في أوروبا بقوة، وأوروبا حاضرة في المغرب بقوة، وستكون حاضرة كذلك من خلال كما ذكرت بوابة القرقرات التي تفتح المجال للشركات الأوروبية لتتعامل اقتصاديا مع إفريقيا كلها. إفريقيا، وهناك مجال الغاز مع نيجيريا، والبايبلاين الذي هو بصدد التفكير فيه بين نيجيريا وأوروبا عن طريق المغرب، وإلى غير ذلك من المجالات المتعددة. شكرا جزيلا لك أستاذ محمد شتاتو. ختاما أستاذ محمد شرادي، أنت تحدثت في بداية هذا البرنامج عن البعد التاريخي البعيد جدا الذي تستند إليه العلاقات المغربية الأوروبية والبلجيكية أيضا، لكن دعني أسألك عن المستقبل. هل ما يجري الآن من دينامية هو يعكس أيضا منظور أوروبي؟ الأوروبيون ينظرون إلى ما بعد فقاعة الغاز والطاقات الأحفورية، ينظرون إلى المغرب بوصفه شريك متقدم فيما يتصل بالطاقات المتجددة ومسألة الانتقال الطاقي أيضا، هل الأمر كذلك؟ بالتأكيد، نقطة جد مهمة نسيت الإشارة إليها، وهو أن في الإعلان المشترك الذي جمع بين وزيرة الخارجية البلجيكية حجة الحبيب والوزير المغربي ناصر بوريطة، تم التأكيد على أن مسلسل حل هذا النزاع المفتعل الاختصاص الحصري للأمم المتحدة، مع تجديد التأكيد على دعم قرار مجلس الأمن رقم 2602 الذي ينص على الدور ومسؤولية الأطراف جميع صحيح. الأطراف صحيح. في إيجاد حل سياسي، وهنا الأطراف الجزائر التي لا زالت تغرد خارج الصد وتروج لأسطوانة مشروخة أنها لا علاقة لها بهذا النزاع. المسؤول الأول التاريخي لهذا الصراع النزاع المفتعل الجزائر، لا مباحثات ولا مناقشات بدون طيب. حضور الطرف الأساسي في هذا الصراع المفتعل الجزائر. فيما يتصل بنظرة الأوروبيين المستقبلية، نظرة الأوروبيين المستقبلية كما قلت لك سابقا، ينظرون اليوم إلى المغرب كشريك مهم، شريك يحظى بمصداقية كبيرة في مجموعة من المجالات، رغم محاولة تأثير بعض الأحزاب
خصوصا أصوات يمين المتطرف، ولكن كما قلت لك سابقا هناك عقلاء ينظرون إلى المدى البعيد، ينظرون بعين كبيرة للمستقبل، والمستقبل يفرض عليهم أن ينضموا للمسيرة التي تبصم عليها المملكة المغربية في مجموعة من المجالات خصوصا في السنوات الأخيرة. والدور الذي تلعبه مجموعة من الكفاءات المغربية المتواجدة بالخارج بصفة عامة وخصوصا بأوروبا بصفة خاصة هو دور يفرض نفسه بقوة، وهنا نريد أن نستغل هذه المناسبة لنوجه نداء للجهات المسؤولة لدعم والأخذ بيد الكفاءات المغربية التي ما فاتت تعلن عن استعدادها لخدمة بلدها ووطنها الأم المملكة المغربية كل من موقعه. وهنا اسمح لي الإشادة والتنويه بالمبادرات القيمة خصوصا المبادرة الأخيرة التي قام بها مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج الذي نظم ندوة دولية حضرها مجموعة من الخبراء في قطاع الماء المتواجدين الذين يشتغلون في مجموعة من المؤسسات الدولية بالخارج، وهذا جاء تفعيلا للخطاب الملكي السامي الأخير بمجلس النواب خلال افتتاح الدورة التشريعية الجديدة. شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد الشرادي من بروكسل، الكاتب الإعلامي الخبير في الشؤون الأوروبية، شكرا لك على المشاركة وعلى كل هذه التوضيحات. نشكر أيضا من الرباط الأستاذ محمد أشتاتو محلل سياسي وأستاذ جامعي، شكرا جزيلا لكم ضيفي الكريمين. بإمكان مشاهدينا الكرام متابعة هذه الحلقة والمزيد على موقعنا الإلكتروني medianTV.com. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.